أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصيني تشينغانغ خلال مؤتمر صحفي مشترك على عمق العلاقات بين البلدين والتوافق في الرؤى بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك. وقال شكري خلال المؤتمر إن مباحثات الجانبين تناولت دعم العلاقات الثنائية إلى جانب تطورات ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية وتبعات الأزمة الأوكرانية. من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني دعم بلاده المسار التنموي لنصرة، مشيرا إلى تحقيق نتائج قوية في إطار مبادرة الحزام والطريق. في أول زيارة رسمية له لمصر بعد توليه مهام منصبه، أكد وزير الخارجية الصين تشين يانغ أن العلاقات المصرية الصينية علاقات ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. جاء ذلك عقب لقائه وزير الخارجية سامح شكري، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناول خلالها العديد من الملفات كان في مقدمتها العلاقات الثنائية. معالي الوزير تشرف صباح اليوم باستقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم خلال اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسية واقتصادية وثقافية. وتم خلال اللقاء التأكيد على وجود الإرادة السياسية القوية لدي البلدين وبتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. تربط الصين ومصر صداقة تاريخية وتتميز علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين بجودة عالية وإنجازات مثمرة. في السنوات الأخيرة حققت علاقات الصينية المصرية قفزة كبيرة بفضل قيادة استراتيجية من قبل الرئيس شي جين بينغ وفخام الرئيس عبد الفتاح السيسي. خاصة في السنوات الثلاثة الماضية قامت الصين ومصر بمكافحة جائحة بتضامن، مما أسهم في تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وخلال مؤتمر صحفي أعلن الوزيران أن المباحثات تطرقت أيضا لمجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي. تعاون على المستوى الثنائي سياسيا اقتصاديا وفي إطار المتعدد. في الحقيقة أن التعاون القائم فيما بيننا ووجود مواضع توافق في الرؤى إزاء كيفية إدارة العلاقة الثنائية، وهي علاقة تتميز إنها علاقة استراتيجية شاملة. إن مصر دولة كبيرة ذات وزن كبير ومهم في الشرق الأوسط، وهي تلعب دورا مهما في حفظ السلام أمن والتنمية في الشرق الأوسط. لدى الصين ومصر مواقف متطابقة وآراء متشابهة حول قضايا الشرق الأوسط، ونحرص على تعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب المصري وعمل سوي على لعب دور بناء في تعزيز أمن وأمان دائمين في الشرق الأوسط. هذا وأكد الوزيران على حرص البلدين على تكثيف التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. علاقات تاريخية وممتدة تجمع بين مصر والصين، حيث تقف البلدان على أرضية خصبة وعلاقات متينة ومتطورة، ليس فقط على المستوى الثنائي بل في الإطار العربي والأفريقي، وهو ما ظهر جليا خلال لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الصيني الذي يزور القاهرة حاليا، وأعرب عن تطلع بلاده إلى الدفع قدما بالعلاقات الثنائية والنهوض بها سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي. من مقر وزارة الخارجية أمل صبري، التلفزيون المصري.